حسن، هسألك عن مرض والدتك. الناس طلعت قالت إنك بتتاجر بمرضها، ممكن تقولهم الحقيقة؟ انا بتاجر مرض بمرضها. والدتك، في ناس قالت كده، يعني في ناس ما عندهاش قلب ممكن تتوقع إن إنسان هيتاجر بمرضه أو هيتاجر بمرض والدته. يعني انا يعني على اخر الزمن نفسي وحصل والمشاكل دي كلها اللي معايا، عمري ما طلعت قلت انا والدتي عندها الكانسر او انا اللي بصرف على علاجها وبصرف على عيلتي وفي ناس كتيرة جدا. عمري في حياتي ما طلعت وقلت الحاجة دي خاصة ما بيني وما بين نفسي. انا لما بقعد بقول ما بقعد افكر في المرض بتاع امي بيجي عليا وقت بقول يا رب يعني يدهوني انا ويشيلوا بعد الشر عنك وعنها يا رب، ربنا يبعد المرض عن كل الناس. انا هتاجر ازاي بمرض امي؟ يعني هي وضعها صحي ايه دلوقتي؟ هي يعني شويه كده وشويه كده، بس هي الفتره دي يعني حالتها مش كويسه بسبب ان هي بتشوفني ناس كتير جدا، لان هي اكتر حد هي شايفه ان انا ما استاهلش كل اللي بيحصل فيا ده. تعبت لما عرفت اللي انت فيه والحاجات دي؟ اتأثرت اكتر؟ تعبت جامد كمان، وكذا مره الساعه 3 بالليل اخواتي كلموني تعالى امك تعبانه جدا. مره وقعت في الشارع برضو، يعني دي حاجات كتيره جدا الواحد مش عايز يتكلم فيها عشان ما يقولوش ان احنا بنتاجر بمرض. تاجر بمرض ايه؟ هتاجر بامي على يعني على اخر الزمن؟ انا بقول لها يا رب المرض يجي منك يجي فيا شر عنك وعنها يا رب عشان خاطر. بس كذا مره الناس كلمونا، ما اخواتي كمان كانوا ما بيردوش يقولوا لي حاجه لان هم عارفين ان انا متعلق بيها جدا. يعني يقولوا لي امك وقعت في الشارع. يعني حزب الله ونعم الوكيل في كل واحد اصلا بيتنمر على حد. ما ينفعش حد يتنمر على اي حد خالص، حتى لو انت ليك عنده طار يا عم ما تتنمرش. عندك كلمه حلوه اقولها مش عندك فارقنا. انا اسفه حسن، معلش طلعونا فاصل يا جماعه بعد اذنكم.